هنا هذا موضوع الـ voltage control مثال عليه. أخذنا أيضا مثالين على موضوع load frequency control بال single area وبال two area system. الآن راح نتناول مثال آخر على موضوع الإيكونومي كوبوريشن أوف باور سيستم، وبالتحديد راح نتناول مثال عن الإيكونوميك ديسباتش في حالة taking into consideration الأخذ بنظر الاعتبار الترانسميشن لوسز. فهنا إذا تلاحظوا وياي بهذا السؤال انه a two bus power system shown below with an incremental fuel cost as follows. اللمدا 1 هي هذا المقدار P1 بالدولار بير ميجا وات اور. اللمدا 2 نفس البارامتر لكن للP2 نفس الوحدات الانكريمنتال فيول كوست. بالتالي البي لوسز هي على الاريا 2 مقدارها او الايكويجن اللي تحكمها هي 1 بالالف P2 - 70 سكوير. find optimal scheduling and power loss of the transmission link. يريد اللوسز على هذا الترانسميشن لينك ويريد الاوبتيمال ديسباتش لهذا السيستم مع وجود بي لوسز اكويجن باليونت الثانيه. معنى ذلك انه البنالتي فاكتور ال1 لليونت الاولى راح يساوي 1، اما للثانيه راح يكون هو عباره عن 1 على 1 - البارشال بي ال مثل ما اتفقنا واخذنا سابقا انه ال راح تساوي 1 على 1 - partial PL على partial P. فبما انه هذه الصفر الثانية الاولى عفوا، فراح يكون عندك ال1 راح تساوي 1، اما ال2 راح يكون هي 1. ال2 هنا خلي اكتب لك اياها هنا حتى تكون واضحة. ال2 راح تساوي 1 على 1 - partial هذا المقدار بالنسبة للبي 2 اللي راح تكون هي 0.002 في البي 2 - 70 على اعتبار انه مشتقة هاي الاثنين 1. فبالتالي خلينا نشوف حل هذا السؤال step by step. إذن بالحل ال P losses هي 1 بالألف P2 - 70، بالتالي partial P losses على partial P2 هي 2 بالألف P2 - 70. إذن ال L1 مثل ما اتفقنا 1، ال L2 هي 1 على 1 - partial P losses على ال P2 راح يكون هذا مقدارها. بالتالي ال lambda 1 ال incremental fuel cost راح تساوي L1 في ال fuel cost وال L1 هي 1، وبالتالي المعادلة 1 هي هذه المعادلة 2 راح تصير L2 في ال lambda 2. ال L2 هذه مقدارها في اللامدا 2 هذه مقدارها، فالمعادلة الثانية راح تكون عندك بهالمقدار هذا. إذا صارت عندك معادلتين بش كم variables بهذه المعادلتين، عندك ال P1 وال P2 واللامدا أيضا مجهولة، لذلك راح يكون نحلها باللامدا alteration by solving 1 and 2. ويجد شون هذه نحلها باللمدا alteration مثل ما أخذناها بالمحاضرة اللي تتناول economic operation، يا أما باللمدا alteration يا أما
البيس فاكتور أو الطريقة الأولى اللي هي اللاغرانج ملتبلاير. هسه راح يكون عندنا باللمدا ألتريشن. حتى نحلها راح نفرض قيمة بالبداية، نفرض قيمة اللامدا على سبيل المثال 1. من نفرض قيمة اللامدا 1 راح نستخرج قيمة ال P1 وال P2. من نستخرج قيمة ال P1 وال P2 بدلالة اللامدا راح يكون عندك مقدار معين. بعدها شو تسوي؟ تستخرج ايضا لامدا، تفرضها على سبيل المثال 1.1. ايضا تستخرج قيمة ال P1 وال P2، تيجي تحسب الدلتا لامدا. الدلتا لامدا اذا طلعت شيء قليل، يعني اذا ما نعطيك اياه بالسؤال انه change بالدلتا لامدا، هو يجب ان يكون اصغر من 1%. اذا كان عندك change باللامدا، طبعا هو حل السؤال تبدي مو تفرض اللامدا، لا تفرض مقدار اذا ترجع لللامدا alteration، تفرض مقدار للP1 وتفرض مقدار للP2 وتستخرج اللامدا. هي بالنهاية يجب ان تكون اللامدا مساوية للجنريشن الاول والجنريشن الثاني، لكن بالفرضية ما راح تطلع لك انه مساوية، فراح تطلع لك قيمة. على سبيل المثال اللامدا بعد ما فرضت P1 وتستخرج P2، P1 تفرضها تستخرج P2 لانه عندك هاي المعادلة، وهاي المعادلة راح تطلع P1 بدلالة P2. من اطلع P1 بدلالة P2 تفرض قيمة P1، تطلع لك قيمة P2، تطلع قيمة اللامدا. بعدها تفرض قيمة ثانية علماً للP1، أيضا نطلع قيمة P2 وراح تطلع لك قيمة اللامدا. إذا كان الفرق بين الفرضية الأولى للP1 والفرضية الأولى للP2 هي أصغر من 0.1، راح يكون عندك الناتج هو approximately optimal operation، وتعتمد P1 والP2. اما اذا كان الناتج اكبر من 1%، تعيد هاي البروسيس لحد ما توصل انه الدلتا لامدا هي اصغر من الثريشولد اللي هو 1%، او هو يعطيك اياه مرات لتسهيل الحل 1/10 وهكذا. فبعد ما حلينا هذه بطريقة اللامدا ألتريشن راح يطلع لك اللامدا. طبعا هذا ينحل، ايضا تقدر تسوي برنامج كلش بسيط بالماتلاب لحل هيك اسئلة بالألتريشن، راح يطلع لك 1.57 هو اللامدا، وبالتالي P1 والP2 راح يطلع لك قيمهن. اذن اللوسز فقط تعوض قيمة P2. طبعا to check your answer ال P total المفروض ايش قد؟ المفروض 370. عندك ال P1 300، ال P2 70، minus ال P losses اللي ايش قد استخرجناها 7.926. فبالتالي عندك ال sharing ال optimal scheduling من ال P1 هو استخرجنا هذا المقدار، الـ Optimal Scheduling للـ P2 هو 159 minus الـ P Losses، وبالتالي تقريبا راح يساوي 370.